شكرا لك رولا، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة على الانتخابات الإيرانية المبكرة من طهران. يواصل الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس للبلاد خلفا لإبراهيم رئيسي، ويواجه الإصلاحي مسعود بزشكيان محافظين هما سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف، إضافة إلى مصطفى بور محمدي، ويحق ل 61 مليون إيراني التصويت في الانتخابات، بينما يجب أن يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، وإلا فإن الحسم سيؤجل إلى جولة ثانية. في مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية تتواصل عملية الانتخابات الرئاسية في أكثر من 800 مركز اقتراع. تبريز تعد المعقل الأساسي للمكون الأذري الذي ينحدر منه المرشح الإصلاحي بزشكيان، وتعد تبريز من أقطاب الاقتصاد والصناعة والسياحة التاريخية والترفيهية في إيران، ويزيد من أهميتها في معادلة البلاد السياسية، وهي ثالث أكبر المدن مساحة في البلاد. وعقب الإدلاء بصوته قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن استقرار الجمهورية الإيرانية ومكانة نظامها تعتمد على مشاركة الإيرانيين بشكل واسع. انتخابات برای ما ایرانی ها. يوم الانتخابات هو يوم فرح بالنسبة للإيرانيين، لا سيما عندما تكون رئاسية، لأن هذا يحدد مستقبل البلاد. برأيي فإلى جانب هذا الحضور الجماهيري الحماسي، فإن زيادة أعداد الناخبين مهم، وهذه حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، وكلمة الجمهورية تشير إلى أن حضور الشعب يدخل في جوهر هذا النظام، لذلك فإن ديمومة الجمهورية الإسلامية واستقرارها وشرفها وسمعتها في العالم يعتمد على حضور الشعب، ولهذا نوصي بأخذ مسألة التصويت على محمل الجد. وفتحت السفارة الإيرانية في بغداد أبوابها لاستقبال الإيرانيين والزائرين الإيرانيين المقيمين وكذلك الزائرين. أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق لتلفزيون العربي تهيئة 14 مركزا في 9 مدن عراقية لمشاركة الجالية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية، منها مراكز ثابتة وأخرى مؤقتة. تم الاستعداد لإجراء عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ونشاهد الحمد لله إقبال واسع وجيد للمقيمين وكذلك للزائرين، زائري العتبات في سامراء، في كربلاء، في النجف وفي الكاظمية، موجودين زملائنا ويقوم بدورهم بعملية الاختراع. شبكة مراسلين ترصد العملية الانتخابية من مراكز الاقتراع ومن مواقع متفاوتة. أرحب بهم جميعا. من طهران ينضم إلينا حازم كلاس وتحسين طه، ومن مشهد ينضم إلينا حسام دياب، ومن تبريز ياسر مسعود. مرحبا بكم جميعا. حازم، أبدأ معك بأحدث الإحصاءات، وماذا تشير هذه الإحصاءات؟ من الذي يتقدم في هذا السباق الرئاسي، وكيف هي نسب المشاركة حتى الآن؟ في الواقع محمد ليس هناك من نسب تعلن بالنسبة للمشاركة، يعني وهناك تأكيدات بأن لا يتم إعلان أي شيء. المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور وفي مؤتمر صحفي له يوم أمس هادي طحان نظيف أكد أنه ليس هناك، أنه من الضروري عدم التسرع بالإعلان عن أي نسب وانتظار الفرز الرسمي للأصوات و إعلان من قبل وزارة الداخلية. محمد، أقف أنا هنا في نقطة، في مكان ربما له رمزية معينة. هذا المكان هو محطة طهران للقطارات، المحطة الرئيسية للقطارات، وربما نحن نتحدث عن انتخابات الرئاسة الإيرانية. الرئاسة الإيرانية مرت بمحطات عديدة في الواقع، بدءا من هاشمي رفسنجاني وبعده محمد خاتمي ومحمود أحمد نجاد وحسن روحاني وابراهيم رئيسي، وصولا الى الان حيث سينتخب
الرئيس التاسع في البلاد. سأدخل برفقة الكاميرا محمد إلى هذا المركز في محطة طهران للقطارات، والذي خصص بشكل أساسي للمسافرين، ربما من يريدون أن يغادروا طهران أو يصلون إلى طهران. عدد من المسافرين والمواطنين الإيرانيين الآن يدلون بأصواتهم هنا في هذا الصندوق، وما كما تابعنا طوال النهار في الواقع يتم التأكد من الهوية والبطاقة الشخصية للناخب، ومن ثم يتسلم التعرفة الرسمية أو ورقة الاقتراع ويأخذها إلى هنا المكان السري في الواقع المتطرف من أجل الإدلاء بصوته. عليه أن يختار واحد من هؤلاء المرشحين: مسعود بزشكيان، مصطفى فور محمدي، سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومن ثم يضع ورقة اقتراعه هنا في هذا الصندوق. هي محطة مهمة هذه المرة بالنسبة لإيران في هذه الانتخابات المبكرة. هناك جهود كبيرة وتصريحات عديدة من جميع المسؤولين الإيرانيين، من المرشد الأعلى، من كافة التيارات السياسية، دعوات للتصويت بكثافة، وهذا ما شاهدناه في الكثير من مراكز الاقتراع، ليس فقط من أجل حسم النتائج الانتخابات، وإنما أيضا كما قال المرشد الإيراني، عادة ما تكون الانتخابات في إيران شكل من أشكال الاستفتاء على النظام ومكانته في العالم. التوقعات حتى هذه اللحظة ترجح ذهاب الانتخابات إلى جولة ثانية، ولكن المفاجآت دائما ما تسجل من قبل أبناء الشارع الإيراني. نعم. والمواطنين الإيرانيين في لحظات مفصلية. طبعا حازم، طهران هي الثقل الانتخابي الأكبر في البلاد من ناحية عدد السكان وعدد الأصوات، ولذلك نبقى فيها مع تحسين طه الذي يحدثنا من حسينية إرشاد، وهي من مراكز الاقتراع الكبيرة هنا في طهران. كيف هي نسبة الإقبال تحسين؟ الساعة الآن 5:03، ودرجة الحرارة لا تزال مرتفعة، ولكن إلى أين تتجه نسبة الاقتراع؟ فعلا محمد، درجات الحرارة قبل قليل قد تكون سبب في انخفاض عدد المشاركين من الناخبين، لكن عاود الجمهور والناخبون عاودوا بالحضور بشكل كبير في جميع المراكز بما فيها هذا المركز المهم جدا، مركز إرشاد. وجود 10 ملايين ناخب في طهران من يحق لهم المشاركة يمثل رقم جدا كبير ومهم في ترجيح كفة المرشحين، وأيضا في تحقيق نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات. يعني المعلومات التي متوفرة لدينا بأن الانتخابات الماضية ثلث عدد المرشحين، عفوا الناخبين، شارك في الاقتراع السابق واختيار المرشحين السابقين. أما اليوم فالتوقعات محمد بأن هذا العدد قد يصل إلى يعني الثلثين الذي ممن لم يشاركوا في الدورة الماضية سوف يكون لهم دور كبير، وهذا ما لاحظناه منذ الساعات الأولى وحتى هذه اللحظة. هنالك توافد كبير لعدد الناخبين وللمشاركة طبعا من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار، حتى البعض منهم كان في أوضاع صحية صعبة جدا، والبعض ينقل ب يعني وسائل النقل، الكراسي المتحركة وما شابه، جاء وأدلى بأصوات بصوته هنا في هذا المكان. في المجمل يعني عندما نستطلع آراء بعض الأشخاص هنا وممن ايضا يحسبون على الفريق المراقب للمرشحين، يرون بان هنالك امكانيه ان ترتفع العدد. نعم تحسن. وان هنالك امكانيه لتمديد الوقت من اجل اتاحه الفرصه لاكبر عدد من الناخبين للمشاركه والادلاء باصواتهم في هذا المركز وبقيه المراكز التي هي تقريبا 6000 مركز في العاصمه طهران. نعم، في مشهد تعويل من المحافظين، وخصوصا أن هذه المدينة لها أهمية روحية، وكذلك هي ثاني أكبر المدن الإيرانية من ناحية عدد السكان وبالتالي الأصوات. حسام، هل عول المحافظون على ما يمكن الاعتماد عليه في الأصوات حتى الآن وفق ما ترصد؟
حول هذه النقطة بالتحديد محمد، وفي حديثنا مع أحد مسؤولي الخدم هنا داخل الحرم النضوي، وهي مهمة توكل لأشخاص يتمتعون بصفات معينة، ولا يمكن تسليم مثل هذه المهمة، مسؤولية الخدم داخل الحرم النضوي، لأشخاص عاديين. كان يتحدث وبصراحة ومن وجهة نظره ربما عن أنه وجميع من يعملون داخل الحرم النضوي وفي المناطق المحيطة يريدون رئيسي أو إبراهيم رئيسي ثاني، في إشارة إلى الفترة التي تسلم فيها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي سدانة العتبة النضوية والخدمات التي قدمها للكثير من المناطق المحيطة أيضا في العتبة النضوية، والأعمال التي قام بتوسيعها على مدى سنوات عديدة، وحتى عندما كان رئيس للجمهورية قبل الحادث الذي تعرض له قبل نحو 40 يوما. على مستوى التوجهات السياسية سواء من قبل الشارع أو سواء من قبل السياسيين أعضاء برلمانيين هنا في مشهد أو حتى رجال الدين، هناك تفضيل واضح للتيار الأصولي على الورق إن صح التعبير إن أردنا الحديث. سعيد جليلي على سبيل المثال، وهو أحد المرشحين الأصوليين البارزين في هذه الدورة الانتخابية بالتحديد، البعض كان يتحدث أو يذكر بأنه عندما دخل في العام 2013 لأول مرة في الانتخابات الرئاسية دخل بتزكية من آية الله مصباح يزدي، وهو أحد أبرز علماء وفلاسفة الشيعة وأحد مؤسسي أو المؤسس لمؤسسة الإمام الخميني للثقافة والترويج لفكر الإمام الخميني، دخل بتزكية منه للانتخابات الرئاسية في تلك الفترة على أنه الرجل الأصلح. هذه المعلومة بقيت في أذهان الكثير من الإيرانيين حتى الآن، الكثير يتحدث عن أنه لم ينسحب جليلي في أي مرة دخل فيها الانتخابات لصالح قاليباف، ولم يحدث العكس أيضا، ما يعني أن هذه الانتخابات قد تذهب إلى مرحلة أخرى. هذا ما يتحدث عنه الشارع حتى الآن، لكن لا يمكن البت بطبيعة هذه النتائج قبل الإعلان عنها يوم غد. نتابع حتى يوم غد لنرى ما الذي سيكون عليه المشهد الانتخابي هنا في إيران وتحديدا في مدينة مشهد. نعم محمد، بالتأكيد نحن في المتابعة. طبعا من المفترض الساعة 6 أن تقفل مراكز الاقتراع أبوابها، ولكن الترجيح بأن تمدد هذه الانتخابات كما حدث في الانتخابات السابقة. نذهب إلى تبريز حيث درجات الحرارة هناك أفضل من طهران ومن مشهد، فهل الإقبال أيضا أفضل ياسر؟ بالفعل محمد، خلال الساعات الأخيرة وكما هو معروف بالطبع في كل دورات الانتخابات وتحديدا الرئاسية منها ما بعد الظهيرات تزداد فيها المشاركة الشعبية وتكتظ الطوابير فيها، ونحن الآن في هذا المركز بعد أن تنقلنا عدة مراكز في مدينة تبريز. هذا المركز تحديدا هو يقع في مركز المدينة وأيضا يقع في منطقة فيها الإدارات الرسمية بالإضافة إلى المكان الاقتصادي والتجاري، وبالتالي فيه الحركة بالطبع أكثر من المراكز الأخرى. وكما تشاهد الآن في هذا المركز هو تواجد الطوابير للنسوية وكذلك للرجال حاضرون في هذا المركز. عندما تزداد بالطبع هذه المشاهد هي مريحة للتيار الإصلاحي، وهناك العديد من المقالات التي نشرت خلال الساعات الماضية تحليلية في أذربيجان الشرقية عموما تشير إلى أن عودة أو مجيء مسعود بزشكيان هو ما يريده الآذريون عموما وما يطمحون إليه، ولكن في ذات الوقت لا يريدون العودة إلى الوراء تحديدا إلى مرحلة حسن روحاني، وبالتالي انضمام بعض الوجوه من حكومة حسن روحاني إلى بزشكيان هو ربما ما قد يؤثر على شعبيته في هذا المكون الذي ينحدر منه. ولكن في العموم يمكن القول كما ذكرنا في مداخلات سابقة من أن التيار الإصلاحي يعول بشكل كبير على هذه المحافظة. شكرا لك ياسر مسعود من تبريز، والشكر موصول إلى حسام دياب من مشهد وتحسين طه وحازم كلاس من طهران. وأرحب هنا بضيفتي الدكتورة فاطمة محمدي أستاذة الإعلام في جامعة أزادي. مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا. هموم الشباب لها أثر كبير على هذه الانتخابات، هنالك جيل
جديد يدخل إلى هذه الانتخابات، الإصلاحيون يعولون على هذا الجيل باعتبار أنهم يمثلون همومه، مشاكله من الناحية الثقافية، من ناحية التطلعات الاقتصادية. كيف يؤثر الشباب في هذه الدورة من الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بكم وبكل طاقم قناة العربي في طهران مع هذه الأجواء الحارة، وإن شاء الله تكون حارة الانتخابية أيضا. إصلاحيون يدعون أنهم يمثلون جيل الشباب، لأنه نحن لاحظنا في الانتخابات البرلمانية السابقة الذي كان قبل 4 أشهر في طهران وفي كل البلاد، تقريبا اللائحات التي كان فيها أكثر عدد من الشباب تم نجاحهم ودخلوا إلى البرلمان، إلى الساحة البرلمانية. وحتى أيضا في طهران نحن لاحظنا أنه عدد الثاني من ناحية الأصوات كان أمير حسين صابتي الذي بحوالي 30ات، يعني تقريبا الجيل الشباب والشعب الإيراني هلا حاليا يعني يحاول يعني التصويت لصالح الجيل الشبابي أكثر. سيد بازشكيان هو كبير في السن، مش شاب، ولكن سيد جليلي هو أصغر سنا من ناحية يعني بعد سيد أمير حسين قاضي سادة، ولكن هاشمين. ربما السن ليس وحده ما يلعب دور في هذه الخيارات، ليس، ولكن اللي حواليهم والبرامج اللي حواليهم هو الذي يلعب دور أساسي. نحن في هذا الانتخابات الأخيرة يعني حاليا لاحظنا أنه أكثر الشعب الإيراني حاول التعرف على البرامج الناخبين والبرامج التي كان لها أهمية للوضع الاقتصادي ووضع المعيشي والهموم والأزمات. نعم. للجيل الشباب رأينا ظهورا لافتا ونادرا لمحمد خاتمي اليوم في الانتخابات، قليلا ما يظهر وهو من أبرز وجوه التيار الإصلاحي. هذا كيف سيؤثر على إقبال الشباب وتحديدا من التيار الإصلاحي على هذه الانتخابات؟ أكيد لها دور ولها أثر من ناحية التأثير على الشباب والحضور في الانتخابات، لأنه بنعرف نحن أغلب الشباب كانوا يعني قسم كبير من الشباب الإيرانيين كانوا قطعوا الانتخابات والحضور والمشاركة في الانتخابات. بعد هذه الأجواء تم موافقة أو رفع الترديد الذي كان لديهم من أجل المشاركة في الانتخابات، ولاحظنا اليوم من الصباح أنه أكثر الصفوف التصويت كانوا من الشباب أكثر. يعني على سبيل المثال في إيران هناك 10 ملايين من الذين يستطيعون أن يطلبوا أصواتهم، حوالي 6.5 مليون من الشباب. يعني هذا دليل على أنه برامج الناخبين الذي لها أهمية لدور الشباب في المستقبل، النظام السياسي والنظام القانوني والنظام التنفيذي في إيران لها دور. دكتورة، نعلم بأن مسألة الحريات من المسائل الشاغلة جداً للشباب الإيراني هنا، صحيح، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، المظاهرات. نعم، نعم، وكل ذلك. إلى أي مدى تعتقدين بأن البرامج الموجودة الآن من المرشحين المختلفين تستجيب لتطلعات الشباب من هذه الزاوية؟ أنا أظن أنه كل الناخبين كانوا لهم لديهم برامج في هذا المجال، ولكن هلا حاليا الاقتصاد يلعب دور أساسي، ولكن الحريات وبرامج الاجتماعية والثقافية يطلع إلى درجات الثانية والثالثة. يعني أول شيء لديهم الأهمية الهم الاقتصادي وهم المعيشي. الحريات والحجاب وما إلى ذلك يعطي ويطلع بعد الوضع الاقتصادي. يعني كان الاعتراضات التي تم قبل سنتين أغلبها كان من وراء الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، والحمد لله تم تحسينها بشكل مثل ما بيقولوا أنه مثل الدواء يعني بسرعة. ويجب على الرئيس القادم أن يعطي برنامج ويطلع ببرنامج طبعاً مهم. مع وجود آراء كثيرة اليوم في الشارع الإيراني، منها أيضا ما ينظر إلى هذه المسألة باعتبارها إلى الآن لم تحقق غاياتها ولم تؤتي أكلها، يعني الآراء مختلفة في الشارع الإيراني. هنالك أيضا الرأي الذي ذكرتيه، أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة فاطمة محمدي الأستاذة في كلية الإعلام. شكرا جزيلا. ولكم أيضا مشاهدينا الشكر في نهاية هذه النافذة التي ستتجدد بالتأكيد في الساعات القادمة مع احتمالية تمديد الانتخابات الإيرانية لنرصد نسبة المشاركة، النتائج والاستطلاعات. الآن نعود إلى لوسيل لاستكمال التغطية معك رولا.